نتحدث عن ما ننتظره من اجتماع أوبيك بلس غدا مع السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إيكويتي جروب. أهلا بك رائد معنا. يعني الأنظار بشكل كبير تتوجه نحو اجتماع أوبيك بلس غدا، وإلى أي مدى قد نشهد اتفاق على خفض الإنتاج بالنظر للمكاسب التي شهدناها في أسواق النفط الجلستين الماضيتين؟ إلى أي مدى ترى بأنه تم تسعير التوصل لنوع من الاتفاق بما يتعلق بخفض مستويات الإنتاج؟ يعني إلى درجة كبيرة هناك تسعير لهذا الاتفاق، ولكن إذا بدي أنظر إلى الموضوع من وجهة نظر أخرى، الاتفاق يجب أن يكون بالتفعيل ما ذكر ببلومبرغ وغيرها من المواقع أوبيك بلس بلس، وهو دخول الولايات المتحدة الأمريكية في حيز الاتفاق، وبالتالي التقليص يجب أن لا يكون في مجمله من أوبيك بلس بمفهومها التقليدي اللي هي أوبيك بالإضافة إلى روسيا، وبالتالي العشر ملايين برميل التي يتطلع إليها الأعظمية لا أعتقد أنه سوف يكون هذه الدرجة من التقليص في الإنتاج أو الاتفاق على هذه الدرجة من التقليص، وإنما سوف يكون هناك نوع من الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتعهد أيضا بتقليص إنتاجها. ولكن النقطة الأهم أن الولايات المتحدة الأمريكية في ظل فيروس كورونا وفي ظل الضغط الموجود عليها حاليا لن تتجه إلى هذا التقليص، خصوصا مع تراجع منصات الحفر عند مستويات أسعار النفط الحالية الغير مجدية ونتيجة التكلفة العالية. بالتالي يعني لا أريد أن أقول أني متفائل، لست متفائلا بإيجاد حل أو خروج من الأزمة في الفترة الحالية، ولكن أعتقد بوضع الحالي سعر النفط الذي نراه حاليا يسعر الإيجابية اللي ممكن أن نحصل عليها، لكن التقليص في الإنتاج لن يكون بالمستويات المستهدفة التي تم الحديث عنها، وهي التي تمثل فعليا الوفرة الموجودة في المعروض بالمقارنة مع الطلب الهزيل. صحيح. طيب رائد دعني أسألك عن ملف آخر، ووهان الصينية ستقوم برفع الحظر عن السفر، وذلك ابتداء طبعا يعني شهدناه من نهاية البارحة من يوم الأربعاء. هذا الحظر الذي بدأ في يناير سيتم رفعه اليوم، وبالتالي هذا يهيئ ربما لعودة حتى النشاط الاقتصادي بشكل أكبر هناك. إلى أي مدى هذا سيكون له تأثير على معنويات المستثمرين العالميين برأيك؟ يعني الصين بالأرقام أظهرت أنها تخرج نسبيا من أزمة كورونا، ويبدأ مشوار التعافي في مجموعة من القرارات، سواء كان في التحسن الملحوظ في البيانات الاقتصادية، رفع الحظر، الآن عودة الطيران إلى ووهان، تباطؤ في معدل ارتفاع الإصابات. هذه النقاط مهمة جدا لعملية تصحيح البي شيب التي تحدث حاليا، وهو تصحيح من القاع وعودة للارتفاع مباشرة. هذا شهدناه من بيانات مديري المشتريات في قطاع التصنيع في الصين، ولكن هذا الأمر مرتبط أن يعود يعني مجمل قطاع التصنيع إلى قطاع الخدمات إلى حيز العمل مرة أخرى، وممكن أن يكون التعافي إيجابي جدا وقائد لنظرة إيجابية وتفاؤل بالنسبة للاقتصاد العالمي. ولكن ماذا بعد ذلك؟ نحن الأهم أنه حتى لو خرجنا من الانتشار أين الطلب؟ الصين تعتمد على التصدير، الطلب ضعيف في الاقتصادات العالمية، بالتالي سوف يكون هناك ضغط كبير على الاقتصاد الصيني، وقد يفشل على الرغم من التصريحات التي ظهرت من يعني مسؤولين في الصين بأنهم لا زالوا مستهدفين نفس مستويات التعافي أو مستويات النمو، ولكن أعتقد بعيدين جدا عن تحقيق ذلك، لأنه الطلب الحقيقي لا يزال ضعيف ومتراجع. الصين وحدها ليست كافية، يجب أن يكون هناك تحسن مضطرد بكل الدول التي تأثرت بفيروس كورونا. يعني التعافي يجب أن يكون عالميا وليس فقط محصور في الصين. شكرا صحيح. لك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إيكويتي جروب على وجودك معنا.